مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من تلفزيون سلطنة عمان وفي أبرز عناوينها. مثلث حبروت بولاية المزيونة إرث تاريخي مجيد يحكي عراقة الإنسان والمكان. تدشين فيلم عمان تحت المجهر الذي يوثق جوانب من الحياة البيئية والفطرية بسلطنة عمان. ترشيح فيلم تنزاني لجوائز أوسكار المرموقة.